عمارة من العماير اللي موجودة عشان نشوف مستوى التشطيبات اللي موجودة فيها. ممكن بقى تشرح لنا كده واحنا داخلين المدخل بعد إذنك؟ احنا شايفين المداخل كلها رخام وانتركام يعني. أكيد طبعًا، إحنا عندنا طبعًا المداخل كلها رخام زي ما حضرتك شايف. في المدخل بابه على أعلى مستوى متشطبة، أبواب حديدية، العمارة مقفول عليها باب حديدي. في عندي كمان انتركام في بداية العمارة، أقدر إن أنا أرن على أي وحدة وأعرف فيها. كمان إحنا بنحاول من ضمن الأنظمة السمارت إن أنا الانتركام بيتوصل انتركام أي بي، يعني أنا أقدر أنزل أبلكيشن على الموبايل بعرف مين، بشوف صورة اللي بيرن عليا من تحت هنا وأنا قاعد في أي مكان في الشقة. تمام. في لوحة الكهرباء الرئيسية، في كمان عندي من ضمن الخدمات اللي إحنا عاملينها في عندي 2 سلم، سلم هروب عشان لا قدر الله وفي باب مقاوم للحريق لمدة 6 ساعات، لا قدر الله لو حصل أي حريق الناس ممكن ما حدش يتأذى. هو في أسانسير كهرباء، في عندي في كل عمارة 2 أسانسير. 2 أسانسير. 2 أسانسير. والأسانسير ياخد بقى كام يعني؟ ساعة 3 ولا ساعة 4؟ إن شاء الله مخطط إن هو يسع 4 وأكثر كمان أوزان يعني فيها على حسب الكثافة بتاعة كل عمارة. طبعاً مدخل الشقة عندي الأبواب طبعاً خشب عزيزي، أبواب كبيرة، المطبخ على شمالنا، عندي تشطيبات الأرضيات بورسلين، عندي تشطيب الأوض اتش دي اف، تشطيب كمان القطع الصحية من أعلى حدود. كل الشبابيك والأبواب الخارجية ولا متال زي ما حضرتك شايف. ان انا كمان راعينا ان احنا لما حتى لو انا هبص على اللاندسكيب كل شقه بتلاقيها نصيب من اللاندسكيب، رؤيه حلوه. في عندي قطاعات طبعا الالومنيوم محمله، قطاعات نظيفه مش اي قطاعات. تمام. احنا شايفين مستوى التشطيبات يعني دي شقه كامله. دي شقة مثلا 150 اللي احنا فيها دي، أنا عندي أكتر من مساحة من 110 ل 180 حسب ما يختار المواطن وحسب رغبته في الأسعار. أنا كنت كلمت حضرتك قلت لنا الشقة كم متر دي؟ دي 150 المساحة اللي احنا فيها دي. أنا كنت كلمتك على لوحة الـ ONT اللي هيكون فيها الخدمات السمارت اللي بتاعت الشقة. تمام. دي فيها هيكون فيها الراوتر والعدادات الذكية وكل حاجة. تمام. دي لوحة خاصة غير لوحة الكهرباء. تمام. احنا دلوقتي داخلين على الغرف. في عندي على شمالي في حمام رئيسي للشقه، تشطيب طبعا على اعلى مستوى، احواض على قرصه رخاميه، بانيوهات اكريليك كامل. بالاضافه ان انا عندي اوض ارضيات اتش دي اف، قطاعات الومنيوم كلها، تشطيب طبعا الدهانات على اعلى مستوى. في عندي بالاضافه ان انا في 2 اوضه وفي غرفه ثالثه، غرفه الماستر بدروم. هو تويلت الخاصة العربية سيراميك ولا؟ لا ده اتش دي اف، اتش دي اف كلاس 32، يعني مقاوم للكبريتات ومقاوم للحريق. شايفين المساحة مناسبة لأسرة من 4 أفراد وخمس أفراد، يعني مساحة كبيرة ومتميزة وشيء محترم في التشطيبات كمان يعني. اكيد طبعا احنا في، انا قلت لحضرتك في عندنا اكتر من مساحه لاكتر من نموذج بحيث اي اسره يقدر ان هو ياخد ويلاقي فيها المساحه اللي هو عايزها. احنا شايفين يا باشمهندس احمد